أمن الغربية يطارد بلطجي أشهر سلاح وشومة أمام مدرسة الناصر الثانوية بطنطا. خبر بيقول تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لضبط عاطل مسجل شقي خطر أشهر آلة حادة وشومة أثناء خروج الطلاب بمحيط أبواب طلاب مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، الأمر اللي سبب حالة من الرعب والفزع في قلوب المرة. وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإشهار بلطجي سلاح وشومة بمحيط مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنطاق القسم. وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمكان الحادث وتم تحديد هوية البلطجي وتقنين الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.